بلد اشتهرت بأراضيها الشاسعة الخضراء وتربيتهم للخيول العربية الأصيلة. بولندا مطبخها متنوع بأطباقه. الشيف جوزيف اليوم رح ياخدنا برحلة نكتشف سوا أطيب الوصفات. هاي شيف، هاي ملك. شو اخذنا على منطقه برد؟ ايه اليوم بولندا. كمان مطبخ اوروبي اكيد من الحلقات اللي هن انترناشونال. اوكي، المطبخ البولندي من المطابخ اللي كثير كبيره وقديمه باوروبا. فمطبخ عريق في بقلبه مطبخ الاساسي تبعه اللي هو بيتعلق اكثر شيء بالخضار مثل الملفوف والجزر واللفت والشمندر، كثير بطاطا كثير بياكلون. الراي فلاور اللي هو الطحين الاسمر من الراي. الراي هو نوع كيف البكويت، كيف نوع حنطه. اوكي، موجود عندهم بالخبز كثير عندهم. السكر كمان بالاجمال بالسكر. فعلا عندهم كثير شمندر، يعني مبدئيا كل منطقه هي بسموها المنطقه السلوفاكيه مثل تشيك ريبوبليك، سلوفاكيا، اوكرانيا، بولندا، بيستعملوا كثير بطاطا، ملفوف، شمندر، جزر، بياكلون روت فيجيتابلز كثير كثير كثير. فلذلك هذا هو المطبخ الاساسي تبعهم، تاثر من المطبخ الفرنساوي، المطبخ الايطالي، التركي، الالماني، النمساوي، من وراء الحدود اللي بنجمع بيناتهم. هلا اليوم حنعمل طبقين من الثلاثه. اوكي، هن تيبيكال يعني 100% بولنديه. اول وحده هي ديسير بيجي دامبلينج اسمها كندل دامبلينج، تنعمل حلوة سويت. بيستعملوا فيها البوبي سيدز، حبة البركة. حبة البركة بيستعملوها بطريقتين، يا هي دامبلينج تنعمل سلق، فهيدا السلق جاي يا من المطبخ الإيطالي يا المطبخ الآسيوي. التكنيك يعني. والخبز بالفرن؟ لا، حنعمل دامبلينج، مجرد دامبلينج يعني حتنسلق سلق. أوكي، وبيجي حدا لبن مع فواكه. أوكي، حنبلش أول شيء نحضر العجينة.